Colombia. بعد ما افتتحوا العروبة راحت على خريص الزحمات، شارع عريض وجنوبه كنا سباق الراليات. وجانا القطار بدروبه ولا تقاطع ولا اشارات، بعد ما افتتحوا العروبه راحت على خريص الزحمة. عامر وش ذا الصندوق يا عامر؟ هذا الصندوق اشتريته من الحراج، شفته هناك وعجبني، واشتريت بعد حاجات تراثيه. دقيقه يبا. شف وش رايك في الخنجر؟ حلو جميل، شف له وانا ابوك برواز وحطه في المجلس. والصندوق هذا وده صراحتكم. هابشر يبا. هو ذا هو الصندوق ولا ما هو؟ هي بالله هذا الصندوق، شو جبت الصورة؟ هفا عليك يا بي، أنا أخطر من السي إن إي، مير أشوفه بموتر عامر. سيارة عامر؟ وشلون؟ وش يدرين؟ لا تعلمه ولا تقول له شيء، يا من نشوف لنا الطريقة ناخذه منه. بشوف لي طريقة ذكائية علشان الخسه منه. وديني يا محلى دقة الشامة. وشلونك يا عموري؟ عموري بالعين، انا عامر. ما علم انت عموري حقنا. خير انت وياه، وش عندك؟ ما شاء الله، وش هالصندوق الزين؟ لقيته بالحراج وعجبني وشريته. والله انا يا بعد حي عاجبا بعد يا عامر، ما ودك تهديه علي؟ حي نشف بالنسبة لعامر كريم سبلة بيعطيك ياه هالحي. سلامات اهديك اياه، انت امي ولا عمتي؟ ها؟ افا يا طحيحي، مي شكلكم فاضين، بعد اذنكم. وش هو صناديق ذا؟ هذا الصندوق لقطته من الحراج احط فيه عزبة البر. اعلمك ورايا شكله مو بشيء. ها وين تبين نروح؟ اه ولاك مطعم ورايا انا هلت. ابشر بعزك يا ولد العم، ما طلبت شيء. والله انك سنايتي. بعد ما افتتحوا العروبة راحت عامر. على خريص. هلا. حي الله عامر. وش عندك انت وياه؟ اسمع العلم، ابي اعطيك 200 ريال بهالصندوق. لا لا زوده، خله 500، ترى عامر يستاهل. ابد يستاهل، وش قلت؟ اقول انا مشغول الحين ومعي رجال بالسيارة، وانتم شكلكم فاضين، بعدين نتفاهم. مع السلامة. عاد والله من زمان على البخاري. جاز لك صح؟ وعليك. اجل ابدل لك مكانه وكل يوم جيب لنا منه الكاش. تعجير تعجير. اتحداك. وش الحل مع ذا العلة المطاولة؟ شلون ناخذ الصندوق منه؟ ما لنا الا ننطلو تالي الليل. وش اللي ننطلو؟ وش تلحتي؟ ليش بلا وحشي؟ وحب ليسك شيبان وش كبرنا الشيب كاسين الحانة تقل متروشين بوجار وتقول لي ننطلو. أمزح معك يا ابن الحلال، حنا ما لنا إلا طريقة واحدة نزود السومة لو ناخذه ب5000. هذا الحكي المعقول. ورقة العب عدينه. لحظة 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 راح أسجل سجل سجل. لاعب شايب الهاس قبلها قاطع. يا غشيم كم لي وانا اعلمك بلوت ها، وبالاخير قاطع. عامر عامر ناظر، مو بذا صناديق اللي بصندوق متارك؟ الا كنا هو. وش جابه هنا؟ هذا اعلان بموقع المقناص، ابوه شيخني قاله ابو فواز يدور هالصندوق وانه غالي عليه بالحين. شفته وانا منك تا نكس هالصناديق للشيخ، وشرط اني دسم شاربك. اي والله صدقت يا صالح. يا ابوي لو انا منه ابيع الصندوق للشيخ. ايه وش اللي تبيع؟ استح على وجهك. ابرجع للشيخ.
بس قبل ما يرجع براسي موال وبسويه. عامر عموري يا عيون عموري آمروني. ما الله بهاديك تبيعنا هالصندوق؟ بالعربي الفصيح يا عامر نبي نطق لك 3000 كاش. 3000 ما يخارجني. بنزيدك بنعطيك 5. اسمع انتو اياه، 7000 غير كذا ما عندي، ولا ترى عندي 100 زبون يبون الصندوق. 100؟ أخاف إنه به ناس ثانيين يبون يشرونه عشان يودونه للشيخ هم من يلخسون الشرحة. نبي نعطيه 7000. خلاص تعال شوف يا عمر من آخره بنعطيك 7000 وقلتم تب. يا شيخ انت على فوق المراقيب فوق فوق فوق. جبنا لك الصندوق عشان تهنى ويسر بالك ويسر بالك. هذا صندوق أبوك بين يديك تهنى ويا هنيالك يا هنيالك. كفو كفو والله، بيض الله وجيكم. ولدي فواز يا عصابة راسي يا أبوي افتح الصندوق. أنتم نصابين وحرامية، الصندوق ما هو صندوق أبوي. أفا يا شيخ أقول تأكد منه. أقول اذلف اطلع برا. مالك حال يا ابويا؟ وهاي انت قنبله. ياوا قنبله. والله يا عامر اكلتهم مقلب في عمرهم ما راح ينسونه. عفا عليك بس. يا صديق انا ابغى صندوق سمسم هذا، اقدر اسويه؟ سوي ان شاء الله ما في مشكله تسوي. بس ابغى سرعه سرعه. خلص 3 ساقدا ان شاء الله ما في مشكله. كم فلوس؟ يجي 300 ريال. اوكي. وربي يا واد انت داعية، قاعد تخيلهم كذا معلقين برجولهم عند الشيخ وما في الا جلد. كفايه جلد. عامر هب لي الفلوس اللي معك من الصندوق. لا يا شيخ قاط معي انت قاط معي. اطنخوا يا عيال، هذه 1000 ريال اغراض القهوه والشاهي للاستراحه، اما انت يا ولد عمي اطنخ وفن امها لك 2000 ريال لانك انت اللي علمتني عن الموضوع. ابعد الدنيا يا ولد العم، قسما بالله انك وافي. طيب وباقي الفلوس فين توديها؟ مسوي لي امري، ترى عليك دين 350 ريال ما سددتها، تفهم ولا ما تفهم؟ بروح اجيب خبز لاهلي. اتحداك الكشخه، وش ذا الزين يبا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كنت بديتك البشت البطل، تبي نخطب لك؟ اسكت لا تسمعنا امك تفضحنا. يعني ما تبي تعرس؟ وش تقول؟ هج هج. هذا الصندوق اللي هو غالي عليك حضرنا. بيض الله اوجيهكم انت وولدك عامر. تاكد طال عمرك هو الصندوق اللي تدور عليه ولا مو هو؟ لا بالله متاكد منه ونص. هذا عارف مسمار مسمار وكشبت نكشبه، حتى ريحة الوالد الله يرحمه فيها الصندوق. الله يرحمه، متى مات؟ ايه من زمان. أقول فواز ولدي سلطة عمرك خذهم ودهم لحوشي الخاص حق الحلال ها؟ واللي تاقع عليه عيونهم عطهم إياه، يستاهلون. أنت توحي ولا ما توحي؟ أوحي طال عمرك، يستاهلون الشبك وما في الشبك. الهمام الهمام آخرتها شبك شبك شبك. امحق شيخه اخرتها تيس. انا يوم قال شبك الحلال توقعت انه شبك بعارين وهو بشبك تيوس. ها يا الربع عسى عجبكم شيء. خلاص عطنا هذا اللي يمشي على جنب اللي يمشي بشويش ذا. لا لا اتركه، عطنا واحد الراهي وتسيبيه عط اللي وراه هناك. عسى هذا اللي عجبكم ان شاء الله اخترتوه. اي هذا الزين ابو قرون. هات هات هات. نزل تيس على هون تتعوله. سم سم يبا. شوف عيني ومدخلين وطال عمرك ببيتها عطية من الشيخ فواز. لا يا بل حسيني يا عامر،
عز الله انك حصلت لك عطيه جزله. يا هلا والله، يا هلا باحلى اب وام في الدنيا. الله يعطيك العافيه. سمي بقى. سمى الله عدوك. يمه وش هالتيس اللي برا؟ ما تشمون ريحته؟ ترى موسخ الدنيا. والله انه قليل ادب. تعرفين يا مها توه جديد ما يدل مكان الحمام. خلاص انا بدل له مكانه. نيه نكد انت وجهك الحين. تراكم غثيثون انت وياها. خلي عقبال الخطر فاضي. ما تسمعها تحش في التيس حقنا وياك يبا. بنتي صادقه. تراه بيغثنا بريحته ووساخته. اربطوه برا بالشارع. قم ولا ابوك اربطه بالشارع؟ قم اروح اربطه بالشارع. يلا قم. قم. يلا. ترى علشان ابوي بس ها؟ سمي بقى. شكرا يا وليدي. شفت؟ قايل لك خليك مؤدب ومحترم لكن انت ما تسمع الكلام. حيوان. تيس مثل ذا من مزاين التيوس يسواله فوق 70,000 يربط بشارع أول سبت العدو لكن هين أنا شاريه منه يعني شاريه وبأرخص سعر جيتك يا عامر يا حي الله عموري هلا وش عندك؟ زعلن عليك بلحي نسيت المقلب اللي أكلتني إياه بسالفة الصندوق لك وش زي عزيز ولد عزيز هالمرة بمشيها لك الفلوس وصرفناها يعني من الآخر ما هنا دراهم هنيد على قلبك الفلوس ما تهم لكن وش هالزين تمساح وش شايف أنت تيس قل ما شاء الله ما شاء الله يا رجال الله لا يضره تبيعونه؟ نبيعه؟ وانت كل ما شفت شيء عندي تبي تشتريه؟ انا بعطيك به 1,005 أذبحه الليلة لضيوف اللافين علي ما هو للبيع؟ للبيع؟ وش هو يا رجل؟ حاجة زي كذا يا إله إلا الله يا النذل رايح من وراي الله يجعله ما يبيع عليك هقول اقطع وخص يا خي أنت ماخذن حبوب منع الفهم أنا قابلته على حين غرفة يعني فجأة لقيته رابط عند باب بيته ما يدري وشه شوف هذا المدعين ما أنا بنام الليل والنهار أخطط له عشان نلخسه منه امشي امشي قدامي يلا يلا يا خذ الله الزبدة يا عيال اللي يفوز يباريني أكيد أنا يا أبويا بدري عليك عامر عامر الحق يا عامر وش عندك تصفك كأنك جدتي شفت التيس اللي عندكم في البيت إيه وش فيه أول شي هبلي مشارة أهب لك مشعاب يفضخ جبهتك أخلص وش عندك ترى من ميزانين التيوس قيمة التيس 75,000 وش دراك سمعت أبو عبيد وأبو حمد يتكلمون عن التيس ويبغوا يشتروا منك لا حول اثنين ذولي ما راح يتأدبون يا هلا والله يا هلا ومسهلا بأحلى أب الدنيا يا صباح الخير يا صباح الخير يا صباح القشطة عشت يا وليدي الله يصلحك الله يصلحك الله يصلحك يبا سم وش رايك نذبح التيس اللي اخذناه من الشيخ ونعزم الجيران شارك هداية الله وانا ابوك انا نايم زمان ما اكلت لحم تيوس ابشر بعزك بكره تاكل لحم ونعم تحت امرك يبا ما شاء الله ما شاء الله وش هالخنجر الزين يا ابو عامر ان كان عاجبك وتبي تشتري تراه للبيع لا يا حلالي ما لي نيتي اشتريه اللي ودي أشريه أنت خابره زين يا هم لالي أقول يا جماعة سم على عشاء زاهر تفضلوا يلا كثر الخير يلا يا عامر يلا يا عامر قدامنا أبوك
تفضل عشاك. عشت يا ملك كثر الخير. الله يبجيك ويطول عمرك. اذا طبعك وحنا من ربعك. يا الله حيهم. اقول وش ذا هرفي ولا تيس يا زين الحمم؟ هذا التيس اللي جيت انت بتشتريه يا ابو حمد ذبحت لكم. وشو؟ ذبحت لكم تستاهلون. عفاية ذا العلم. خذ الكبدة تستاهل. صحيح اللي قالوا اللي ما عرف الصقر يجويه. 75,000 ريال 75,000 ريال 75,000 ريال 76,000 ريال 76,000 ريال 76,000 ريال 77 77,000 ريال يا الربع بحال طيب من شكو فواز بحال طيب من زود من زود 77 يا ابو ظافر يا ابو سعود يا ابو ظافر يا ابو ظافر يا ابو سعود يا ابو ظافر يا ابو ظافر 80,000 ريال 80,000 ريال اللي دون هنا مش وين ابو كوت اللي وازف اختفى ما ادري وينه ما ادري وينه وش موزف بذا ما ادري تقل خفير حاطينه خفير حراسي الظاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ابى انشدكم عن واحد اسمه عامر تعرفونه؟ ايه نعرفه والله لا يرد الشر. انا رجال ادور شيء ثمين عنده بلغني من اهل الحراج انه مشتري خنجر قديم وهالخنجر غالي علي وصفوا لي انه ساكن بهالحاره إذا تدلونه أو تعرفونه وبتجيبون لي الخنجر منه لكم اللي يرضيكم. أبو حمد هذه شكلها خطة من عامر جديدة يبي يدبسنا به لكن توباي. إيه هين يا أم لالي والله ما تمشي علينا وأنا أبو حمد لكن شف يا أخو سم كانك تبي هذا بيت عامر اللي جنبنا رح أنت بنفسك وخلص نفسك معهم. تطق ويطلع لك واحد طحيحي. شفت الطحيحي اللي يقول عنه؟ هذا هو عامر. يلا امش. أم لالي يبي يضحك علينا. يبي يهك علينا. هين هين وانا ابو حمد بعيدي. طيب الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انت عامر؟ ايه انا عامر. والنعم. ما عليك زود. الحقيقة يا عامر أنا جايك بخصوص الخنجر اللي انت شريته من الحرج. للأسف أنا كنت مسافر للخارج ورجعت ولقيت إخواني بيعين كل الأغراض اللي في بيت أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. ومنها هالخنجر وهو غالي علي كثير يا عامر فيا ليت ترجع لي. أبشر بعزك ما طلبت شيء. تسلم. سم هذا الخنجر حقك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. وبهالمناسبة أنا بعطيك هدية تستاهلها. ما يحتاج الغالي. أبد. وهذه هذه. أي نعم هذه. متأكد ما في ترجيع؟ ولا في ترجيع. وهذه أتحداك يا شيخ. أول سبد العدو. أركب هديتي.